دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم وآخر الأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه النهاردة هتستضيف القاهرة فعاليات المنتدى اللي بينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة من 4-8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية تحت شعار الكل يبدأ من النطاق المحلي، العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. النهاردة هتنطلق عملية توزيع 40 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية ب20 محافظة بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية ومن خلال قوائم المستفيدين المعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وهيتم التوزيع تباعاً على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية والإعلان الرسمي على موقع الوزارة، وبيأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع من خلال مشروع لحوم أضاحي الأوقاف. هينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة النهاردة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لقاء توعوي لتعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.